في صور ما رح تروح من بالنا ولا بعمري بنسى. وفيديوهات ما عرفنا مين وراها وشو صار فيهم. عم ودعكم لأنه بموت. في قصص لأفراد ما بحياتها قالت ما كان بدي موت هيداك النهار. وحكايات ما سمعنا كملتها. موت يا ماما. قبل الساعة 6:07 مش متل بعده. ولأنه الجرح كبير وحرق لبنان كله كل يوم هو 4 آب. Through Their Eyes فيلم وثائقي إعداد غريسيا أنطون لأحد 9 المساء على LBC.